عبد الحق مرسو، رئيس جمعية من رجل بدون الثقافات وطالب باحث، وفي نفس الوقت كان نخدم في مؤسسة داو جونز نيوز كوبريشن، اللي واحد مؤسسة تشتغل في قطاع الإعلام والصحافة. أنا قرأت في المغرب، يعني 100% منتوج مغربي، عند حصل الإجازة في المغرب في طنجة جامعة الملك سعدي. من بعد الحصول على الإجازة قررت نكمل في المغرب، ما كانتش الظروف مواتية نكمل في المغرب لأن كانت من العراق الإدارية والبيروقراطية. قررت نجي برشلونة إسبانيا بالدار، لأن الوالد ديالي كان مستقر هنا في إسبانيا، الوالد ديالي جا في 70 والوالد ديالي جا في 90، والتحقت هنا بكاتالونيا برشلونة باش نقرا تخصص القانون والاقتصاد الدولي، تخصص الدراسة الدولية. وفي نفس الوقت عملت واحد الدبلوم دراسة العليا أخرى في جامعة كاديس على القانون الأجانب والهجرة. وفي البداية كان الحلم أو المجيء أجل الدراسة، جيت كطالب أنقرأ وعرجع، أنا الحلم ديالي كان نرجع لبلادي هاني مثلا، نخدم في المغرب ونبقى في المغرب. ملي قريت هنا شبرت جوج دبلومات ديالي تاع التعليم العالي، جات فرصة جبرت العمل في مؤسسة داو جونز، ولحد الآن أنا باقي مع مؤسسة داو جونز تقريبا 3 سنين دابا ونص. أنا في المغرب قريت في الابتدائي، المرحلة اللي ما عمرها تنسى طبعا، اللي احنا واحد المرحلة كتكون البراءة، مرحلة الطفولة، مرحلة اللي جميلة بزاف. من بعد وصلنا المرحلة الإعدادية، هي مرحلة اللي قلعت صنفة أنا، مرحلة هي اللي ما عمرها تقدر تنساها، اللي احنا مرحلة تكوين، مرحلة عندك البلاد الطموحات اللي خصك تعرفو، مجموعة المسؤوليات اللي تبحث عليهم. نفس الشيء بالنسبة للمرحلة الثانوية، كتبقى مرحلة جميلة. مشينا الجامعة كان واحد المؤسسة ولا واحد المكان اللي كيكون الطلبة، اللي كتكون واحد التكوين شخصي، واحد التكوين فكري، واحد التكوين ايديولوجي. وتما صراحة وقعنا اتصال مع الطلبة من جميع التيارات، تعرفنا جميع الأفكار اللي كاينة في الجامعة. أنا كان في الأول الحلم ديالي كان خصني نعمل الإعلام أو الصحافة في الرباط. من بعد كنت نعمل أدب إنجليزي في تطوان، في الآخر استقر به المطاف أنني عملت القانون كبقية الأصدقاء ديالي كانوا في طنجة اللي درسوا معايا. أدرس القانون، تخصص في الدراسة في القانون الدولي، في القانون العام، حصلت الإجازة في إدارة الداخلية. من بعد من كملت الإجازة ديالي في المغرب، حاولت نقرا السلك الثالث، التخصص ديالي في تخصص الإدارة المحلية ولا الإدارة الداخلية في المغرب. ما جاتش، لان الظروف لا تساعد القرار، لان من ناحيه المناخ ولا من ناحيه الجامعه، لان مثلا البحث العلمي في المغرب مقارنه مع اسبانيا تقريبا جد متخلف، لان مثلا المكسبه مكسب واحد خصك كتسنى النوبه ديالك باش توصل الكسب وترجعوا في نفس الوقت المكسبه. علما انني مثلا كاين المكاتب خاصه بالبحث العلمي، كاين المكسبات، كاين كتب. وكان قرار صراحه، كان قرار نجي نقرا هنايا، بالنسبه لي كان قرار صائب، لانني استطعت في خلال 3 سنين نشبر جوج الدبلومات اللي كان نقدر نشبرهم في المغرب في 3 سنين، وشبرتهم هنا في عامين. هذا يعني كنظن كان قرار اللي كان صائب. اول مره ملي قضيه الهجره كان يمكن لي نهاجر، كان باقي صغير، عمر ديالي 10 سنين او 5 سنين. الاب ديالي كان مستقر في اسبانيا، ودائما كنت ارفض قرار الهجره، لان انا قريت في المغرب وكمغربي خصني نخدم في المغرب. ديك الصوره اللي كانت النمطيه على المهاجرين، ان المهاجرين المغاربه كيمشيو لاسبانيا حراقه، كيخدموا في الفلاحه، في البني، في القطاعات اللي ما كيخدمش الاسبانيو كيخدموا ماشي يخدموا المغاربه. وصلت مثلا في الثانوي في عوض نختار اللغه الاسبانيه كلغه ثانيه، انا تعمدت نختار اللغه الانجليزيه، لانني ما كانش عندي الحلم نجي اسبانيا. ملي وجا القرار مور الجامعه انني وقفت قدام الامر الواقع عن هاجر، كان اسبانيا اخر مطاف اللي جيت له، لانني فكرت في فرنسا، فكرت في سويسرا، فكرت في مسار في جامعة العين شمس، دفعت الملف ديالي في التخصص ديال القانون العام. من بعد بحكم الوالدين ديالي مستقر في اسبانيا، العائلة ديالي بزاف كاينين في برشلونة،
اخترت برشلونه لان ظروف عائليه وظروف شخصيه واستقرت هنايا. طبعا ملي كتجي شي دوله دائما فيها المشاكل. اول مره اللي كتجي انا مثلا قريت اللغه شويه في المغرب، قريت واحد 6 شهور 7 شهور اللغه عاجزه اسبانيا، ولكن ما عندك مثلا ملي كنمشي للجامعه كتجبر النظام مبدل، القرايه مبدله. مثلا اللي حنا في المغرب عندنا هذيك القضيه المعامله الاستاذ، انا عندي فكره مثلا الاستاذ خصنا نحترموا احترام شديد تقريبا الى يرقى الى العبوديه، ماشي احترام كاحترام. جدا كنجبر الاساتذه بالعكس، الاساتذه كيتعاملوا بواحد الطريقه جد 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 مختلفه على 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 الاساتذه كيفاش كانوا كيعاملونا في المغرب. شجعوني صراحه، حصل حققت نقط مزيانه، شبر الدبلومات ديالي. المشكل اللي جبرت انا من زبان الجالية ان مثلا في القضيه العمل، انت كطالب كتقرا ما عندكش الحق تخدم في اسبانيا، عندك الحق تخدم نص نهار، ونص نهار يكون بعقد عمل مسبق وواحد الترخيص مسبق. وانا جيت مع الازمه مباشره، جيت انا في 2007 يعني الساعات واحد العامين مورا الازمه الاقتصاديه اللي ضربت اسبانيا، كان شويه صعيب باش تخدم باش تبقى الخدمه، كتضطر تخدم مثلا في بلا اوراق، بحال نقولوا بالدرجه المغربيه بلا اوراق. وخدمت انا تقريبا مع واحد الشركه الاشهار بلا اوراق، خدمت مده معاهم تقريبا 6 شهور كيخدموا انشطه العمل مثلا مؤقت الحملات الاشهاريه، وخدمت معاهم. من بعد عاد ملي عدلت الوراق ديالي خدمت الخدمه عاديه. والمشكل اللي كتوقع طبعا المشكل دائما المشكل المهاجم مشكل اللغه، يعني ملي كيجي لواحد الارض دور الصرف في اللغه ديالهم، تعرف الثقافه ديالهم، واذا ما تعلمتش اللغه ما تعرفش الثقافه، ما تعرفش بزاف المسائل غتغيب عليك، وما تندمجش مع هاد مع هاد مع هاد الناس، لان خصك مفتاح الاندماج ومفتاح المعرفه ومفتاح النجاح كنظن هو تعلم اللغه ديال البلاد هادي. في الدوجوس انا كنشتغل في القسم العربي، رفقت واحد الاخ مغربي، جوج المغاربه اللي خدام في القسم العربي، وحنا كنقوموا بجميع المهام المتعلقه باللغه العربيه في مؤسسه داوجوز نيوز كوربريشن. المهم حنا اللي مسؤولين عليها بما فيهم المراسله مع البروفيدوريس، شي مشكل مثلا مع الزبناء والعملاء حنا مثلا كنتكلفوا به، اي على اي موضوع عنده العلاقه بالعربيه حنا كنتكلفوا من الجانب الاداري. احنا ماشي صحفيين، لا نحرر الاخبار، ما كنكتبوش الاخبار، ولكن مكلفين من الجانب الاداري، الجانب التعاقد مع الشركه. احنا مثلا كندرسوا المحتوى ضمن النصوص والمصادر اللي كتعاقدوا معها، احنا كنقوموا واحد الدراسه ديالها. بالنسبه للمشاكل الهجره والمهاجرين اللي عندنا في اسبانيا، عندنا صراحه حنايا المقارنه مع فرنسا وايطاليا، احنا واحد الجاليه اللي كنهضروا لنا واحد الجاليه بان اللي عندها واحد عندها شي كفاءات، واحد الجاليه مكونه بالبنايه، مكونه بالناس اللي كيمشيو خدموا في قطاع الفلاحه. لكن صراحه مؤخرا احنا الجيل الثاني في اسبانيا، ماشي بحال فرنسا والدول الاخرى عندهم الجيل الثالث ولا الرابع، احنا مجرد الجيل الثالث الجيل الثاني، ولكن وقع واحد التغيير مثلا كي يقدر تجبر مغاربه في المؤسسات المهمه، في الشرطه، في الادارات، في بزاف مجالات. المشكل اللي كاين ان مثلا حنايا في بالنسبه للجاليه اللي في اسبانيا، ان الازمه الاقتصاديه اثرت عليها بزاف، لان اكثريه الناس اللي كانوا عندنا حنا واحد البرفيل اللي كنخدم اكثريه في قطاع البني والخدمات اللي تابعه لقطاع البني، مع الازمه الاقتصاديه ضربت بالدرجه الاولى قطاع البناء في اسبانيا، كلشي ضرر بهذا القطاع هذا. دابا في اسبانيا اللي خدام مزيان عايش مزيان عايش بخير، ولكن اللي ما خدامش كي عنده واحد المساعده ماليه اللي تسالو المساعده الماليه كيبقى الغالب الله. ومع ذلك كاين واحد المشكل اخر ديال الغرامات الماليه بالنسبه للناس اللي عندهم مساعده وكيمشيو يزوروا المغرب شي زياره المغرب بلا اذن السلطات المحليه، كيعطيوهم الغرامات وبعض المرات بالتنسيق مع الحكومه المغربيه. كاين واحد المشكل اخر بالنسبه للاطفال الجاليه ديالنا، حنا عندنا اطفال الجاليه ديالنا عندنا خصوصا الشباب اللي خلق هنايا عند واحد المشكل عميق، لان كيحس بثلاثه ديال الشخصيات، عنده شخصيه واحده، انفصام في الشخصيات. مثلا في الدار ديالو كيتصرف بانه هو مغربي، خصوصا يتصرف تبقى من داك الاعراف المغربيه. ملي كيتلاقى مع صحابو اسبانيول كيرجع شخصيه اخرى، ملي كيتلاقى مع صحابو المغاربه خصو يتصرف بطريقه اخرى. حنا كنقولوا هادشي هذا ماشي هو هذاك، علاش؟ لان
خصني مثلا نكون حنا كمغاربة فخورا بالثقافة ديالنا المغربية، وفي نفس الوقت فخور بالثقافة ديال البلاد هذه، ومغربي اسباني من اصل مغربي او كتالي من اصل مغربي ما كاين حتى مشكلة. والمشكل اللي عندنا دابا مثلا مع الاطفال الصغارين، اطفال صغارين اكثرية ديالهم ما كيهضروش مزيان اللغة العربية، حتى الاباء بعض الاباء كيهضروا معاهم باللغة الاسبانية في الدار، وهذا مشكل. مشكل دائما كيقول الاباء لا احنا في الجمعية مثلا كنحاولوا نهضروا دائما بالعربية، كيقول الاباء لا ولا خصها معاه بالعربية في الدار ديالو، تعامل معاه بالعربية، علمو شنو العربية، شنو الثقافة المغربية. للأسف الشديد أن بزاف مثلا البعثة القنصلية الدول الأخرى كتحاول دعم الجمعيات أو المؤسسة اللي كتقرا اللغة ديالهم. حنايا لحد الآن في إسبانيا ما كاينش شي دعم قوي بالنسبة لنا، ما عندناش معلمين اللي كيجيو من المغرب يقراو العربية، عندنا معلمين متطوعين، ما عندناش الكتب اللي كيصيفطونا من المغرب. إذا هاد المشكلة اللي كتوقع أن هاد الشاب هذا نهار اللي غيكبر ما كيبقاش عنده اللغة العربية، ما عندوش اللغة العربية، اللغة العربية قليلة، كيفقد الاتصال مع البلاد الأصل ديالو، وكيفقد الاتصال مع الثقافة ديالو، مع الهوية ديالو. هذا الشيء اللي كيوقع في الغرب، مشكل كبير هذا. الواحد دائما خصو يكون طموح، لأن ملي كتوصل لواحد الدرجة دائما خصك تشوف النحو الافضل. واخا بعض المرات كنقول لك مزيان تشوف شحال المسافات اللي قضيتي موراك، شحال قطعتي موراك، واخا تكون مليئه مثلا بالعراقيل، مليئه بالعثرات، مليئه بالمشاكل، بالاحزان، مع ذلك كتبقى دائما الرؤيه الامام اهم حاجه. مثلا اذا كان فات سعد مثلا الحمد لله مثلا مقارنه مثلا الشباب انني حصلت مثلا الدبلومات ديالي خدام، وخا مثلا الخدمه اللي ماشي عندهاش علاقه بالتخصص ديالي، انني باقي كنطالب باحث، كنبحث مثلا خصني نشبر الدكتوراه ديالي، والحلم اللي عندي دابا مثلا انني نشبر الدكتوراه ديالي، ومازال ان شاء الله ان الامام من الناحيه مثلا الجامعويه ولا الناحيه الثقافيه ولا الناحيه السياسيه. والاهم حاجه هو ان مثلا كنا الهدف ديالنا مثلا هو خدمه المغاربه ديالنا اللي كاين هنايا، والبلاد ديالنا، الوطن ديالنا، وهذا البلاد هذا هو، لان البلاد هذا هو سوا شيء، وفتح الابواب ديالنا، فتحنا الجامعات ديالو، قرينا فيه، تربينا فيه، خدامين فيه، كنخلصوا الضرائب، يعني كنحسوا مواطنين في هذه البلاد هذه، ومواطنين طبعا من البلاد ديالنا.